اهلا وسهلا فيكم من جديد. نحن مكملين فقره كراسي ببرنامج كراسي. محمد كان مع يوسف كيوان، انا هلا رح اكون مع عبد الله كيوان، واختار معنا كرسيين، كرسي الشهره وكرسي المسؤول. خلونا نرجع ونشوف شو رح اجاوب على الاسئله. برنامج كراسي كرسي الشهره مع عبد الله كيوان، سين 1 تيك 1. عبد الله كيفك؟ مش هو هذا السؤال، بس بالعاده احنا اول سؤال بنحب نساله، بتحب الشهره؟ والله لا، ما بحب الشهره. ليش؟ لان الشهره في عليها ضريبه، يعني عليها ضريبه. اه طيب، هاي الضريبه غاليه يعني. ايش اكثر شيء بخوفك منها؟ مش بخوفني يعني، بس هي انه الخوف انه تستغل غلط. تستغل غلط. طب كونك اخذت لقب نجم الاردن، يعني هو لقب مش بسيط، يعني خصوصا هو اكبر برنامج مواهب موجود عندنا بالاردن. هو الوحيد يعني. شو بالضبط هو الوحيد، فشو الخطه تاعتك هلا بعد اللقب؟ والله الخطه ان شاء الله يعني شغالين على اكثر من عمل، كان من ضمنهم حبيب، انتهينا منه صار له شهر تقريبا نازل، وان شاء الله في اعمال لقدام يعني مفكر فيها بشكل جيد ان شاء الله. طيب، بتفكر تشارك ببرنامج على مستوى عربي؟ يعني بصراحة أنا ما كان ببالي مشاركات لا مستوى ما يعني محلي ولا عربي ولا دولي، ولا ما كان ببالي لأني ما بحب الشهرة. أوكي. يعني بس إذا كان في مشاركة كويسة يعني ما في مشكلة عندي. طيب شو اللي خلاك تروح تشارك؟ والله يوسف. يوسف ولا عكل شارك. العقل المدبر. يوسف. طيب شو أكثر لون بتحب تغني أو أقرب لون لإلك؟ يعني ما في لون معين، الحمد لله بغني كل الالوان، بس يعني الاقرب الطرب، بحب السلطنة. الطرب. طيب نشوف هلا شو بدك تحكي لنا على كرسي المسؤول، بما انه الشهره برضه مسؤوليه. طبعا. راجعين مع كرسي المسؤول وعبد الله كيوان. من على كرسي المسؤول بنسال عبد الله كيوان، شو رايك بالمسؤولين عندنا بالبلد؟ يعني انا برايي يعني كل مسؤول لازم يتقي الله في المكان اللي هو فيه، فهمت علي كيف؟ بس طب لو انت اخذت منصب مسؤول او قيادي كيف حتكون؟ كيف حكون يعني؟ انا بكون همي الوحيد اللي هو توحيد شمل الامه كلنا، يعني تحت رايه واحده نشيل الحواجز اللي بيننا، يعني لأنه بصراحة ذبحتنا العنصرية الطائفية، شيعي سني طائفي، بصراحة يعني تعبنا، فهمت علي كيف؟ طب شو منصب ممكن تختار؟ لو هلا فيك تختار أي منصب موجود؟ بصراحة أنا ما بحب المناصب أبداً؟ نهائي. طب إيش ممكن يصير أو ينعمل لحتى يدعم الشعب شوي؟ يعني شوي يتطلعوا على الفن انه هو وسيله لانتشار البلد وثقافه، فهمت علي كيف؟ يعني يتطلعوا شوي على الفن بشكل افضل، ما يهملوه في هاي الطريقه يعني. عبد الله شكرا كثير لك. العفو. وبالتوفيق طبعا، احنا لسه يعني بدايه المشوار وبدنا نشوف منك كثير ان شاء الله. الله كريم. شو بتحب تحكي لمتابعينك فعليا، الناس اللي صوتوا لك والناس اللي يعني دعموك واهلك ومتابعين برنامجنا؟ يعني بحب اشكر كل انسان وقف معي بسيرتي الفنيه من الطفوله لغايه الان. بحب احكي لكل متابعينا انه بتقدروا انتم تتابعوا اعمالنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، على صفحاتنا فرقه الاخوه كيوان على الفيسبوك وكيوان تيوب صفحتنا على اليوتيوب. وبحب بصراحه اشكركم على البرنامج اللطيف، كان خفيف الدم وجدا يعني بمجهودات شخصيه، انتم كمان ما شاء الله عليكم انت ومحمد واعداد البرنامج وما خلف الكواليس الشباب ورا الكاميرات، وحازم مش مقصر عن جد يعني. حازم. الله يعطيكم الف عافيه، ما قصرتوا، شكرا لاستضافتكم الحلوه. يسعدك، احنا انبسطنا فيكم كثير كثير. الله يسلمك. كانت حلقه فعلا مميزه وبرضه خفيف الدم، وبالتوفيق. احنا رح نكمل برنامجنا، كان معنا يوسف وعبد الله كيوان بفقرة كراسي. ضايل عنا هلا فقرة كراسي ميكس، بس بعد الفاصل. محمد اكيد لينا، ورح نعرف عن خبر لصورة لحبة بطاطا بأكثر من مليون دولار، تفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا.